متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر عبر صفحة اليوم السابع مع قصة ايجابية، قصة جديدة عنوانها الاصرار والامل والعزيمة، وان لا شيء يوقف الانسان طالما امتلك القدرة ويعني العزيمة. هنا داخل يعني محل كوافير رجالي مع يعني الأستاذ أيمن، تعرض لحادث أفقده يعني على مدار الأشهر الماضية القدرة على الحركة بشكل منتظم، مما يعني دفعه إلى اختراع كرسي متحرك للعمل به داخل المحل للكسب والرزق. معنا من خلال البث يعرفنا عن قصته، عن يعني اختراع للكرسي المتحرك لكي يمارس عمله بشكل طبيعي وبشكل منظم. يعني عرفنا بنفسك كده استاذ ايمن واحكي لنا القصه بتاعتك. اخوك الاستاذ ايمن خالد قرشي من محافظه جينا من ابناء جبل عمرو. حضرتك انا حاصل على لسنس اداب اثار العام 2009 2010. انا شغال في المهنه دي من 12 سنه. من 12 سنه؟ من 12 سنه. يعني هنقول من بعد التخرج وانت بدات تشتغل في المهنه. آه. تمام. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وكونت أسرة وتعرضت قبل كده لآلام في الظهر وظروف وكده، وبرضه بعدها تعرضت لعملية قتال، فكان كل ده بسبب الوقفة الكتير المستمرة اليوم كله. اه انت ما اشتغلتش حاجة غير الصنعة دي، وما اتعلمتش حاجة غيرها؟ لا، من بعد التخرج ما اشتغلتش غيرها. تمام. فلما قعدت بسبب الظهر وقعدت قبل كده بسبب القتال، فكرت في الفترة الأول بس ما كنتش يعني قادر أنفذها في ساعتها. يعني لما جيت تعرضت للحادث دوت اتكلت على الله ونفذتها وجات الحمد لله مظبوطة. يعني كلمنا، أنت تعرضت للحادث من فترة قريبة صح كده؟ اه، من شهرين شهرين ونص. يعني كلمنا بشكل أكبر إيه اللي حصل في الحادث؟ والله من شهرين شهرين ونص بالظبط. اه، كنت ماشي في الشارع اللي هو الشؤون اللي هو عند المعتقل الساعة 1:30 الظهر، وجت عربية يعني السواق نفسه كان رابط رجله وكده، فجاي يريح فرامل راح داس بنزين، فالميت راح خابط من جنبي يعني كده، رجلي دي اتزنقت ما بين الموتوسيكل والعربية، والرجل التانية وقعت على الركبة فيها، حصل فيها كسر في الرباط في المنشأ بتاع الرباط الصليبي، ودي حصل فيها كسر مضاعف في الشظر. وقعدت شهرين في البيت يعني. بعد الحادث ده قعدت شهرين في البيت. اه. تمام. طبعا خلال الشهرين دول انت قلت لي يعني مالكش مصدر رزق تاني او مالكش صنعه تانية. لا، مفيش. تمام. فكرت انك تعمل الموضوع الكرسي المتحرك ده. اه، عشان انزل واظب على شغلي برضه وكده، زي ما انت عارف طبعا البيوت وكده ومصاريف يعني. في جراج وفي كذا، فقلت لازم انزل الشغل. يا دوب يعني الموضوع ده اخذ معايا 3 ايام، والحمد لله رب العالمين قدرت انفذ. 3 ايام عملت الشكل ده. اه، يعني فكرت في الفكره ومعايا اخوي الكبير انا حداد فاتح ورشه يعني، فعرضت عليه يعني قال لي تمام تاني، وظبطنا المحور وظبطنا المقاسات وجات مظبوط الحمد لله، وخلينا برضو ان الكرسي يطلع وينزل لو عايز اعليه او اوطيه، والمفروض برضه ان المحور ده يبعد ويقرب، بس ايه لقيته كده مظبوط فثبته على كده. يعني نقدر نقول يعني الكرسي ساعدك بشكل كبير انك تكمل مهنتك تاني وتشتغل فيها تاني. اه، بقي مرتاح في معايا في الشغل. تمام. طب هنتابع كده مع حضرتك ونشوف انت شغال. يعني فكرة الكرسي ان هو بيتحرك حركة دائرية بيك. حركة
حركه دائريه في محور معين. هو احسن حاجه فيه ان هو يبقى في محور معين. ما هو لو كرسي بار عادي هيأدي نفس الغرض بس مش هيبقى في نفس المحور اللي انا ظابطه عليه. لو كرسي بار عادي هيبقى بعجل ويتحرك، لكن المحور اللي انا ظابطه عليه دوت هو يعني اللي كان فيها الصعوبه شويه، هي اللي كان فيها ظبط المقاسات والبروفه وكده. تمام، قول لي دلوقتي بدات يعني ترجع تمارس عملك بشكل يعني بشكل طبيعي؟ احنا عارفين ان انت من اكثر من 12 سنه وانت شغال في الحرفه دي والمهنه دي مش جديده يعني. الحمد لله. الكرسي او الفكره اللي هنقول فكره بسيطه يعني ساعدتك بشكل كبير انك ترجع وتمارس عملك. طبعا اصحابي كلهم الحمد لله عرفوا، كلهم كانوا قاعدين وتاني وكده، هم اللي شجعوني يعني عايزين نحل كده بتاع، رجعوني ان انا انفذها والحمد لله رب العالمين. يعني زي ما عرفوا ان انا جيت كلهم بيعجبوني حتى لو مش هيحلف بيجي يسلم عليا ويقول معايا شويه. تمام، تواجدك بقى بتكون موجود من امتى لامتى يعني في المحل؟ يعني تقريبا كده من الساعه نص الظهر او اثنين لغايه الساعه 10 بالظبط. زباينك اللي هم يعني هنقول قبل الحادث بدأوا يرجعوا لك تاني ويجوا لك تاني لما فتحت؟ كلهم الحمد لله رب العالمين، كلهم ابتدوا يرجعوا تاني ومبسوطين خالص يعني الحمد لله. يعني متابعينا مستمرين معكم في البث مع يعني الأستاذ أيمن، هو كان قد تعرض لحادث أفقدها القدرة على يعني الوقوف بشكل طبيعي مما دفعه إلى اختراع الكرسي المتحرك لكي يمارس عمله ويمارس حياته بشكل طبيعي ويعني يعود مرة أخرى للصنعة التي تعلمها منذ أكثر من 12 عاما. يعني لو كده رسالة توجهها للشباب، احنا شفنا ان انت انت ما استسلمتش، لو رسالة توجهها للشباب. احب اقول لهم كلهم يعني حبايبنا ان الظروف اللي من دول يعني ما تستدعيش ان الواحد يقعد يكتف ايده في حاجة، لا اللي تقدر عليه اعمله نفذه والتوفيق من عند الله. فكر بس انت واتكل على الله، حتى لو تعرض لاصعب الظروف زي ما بيقول. اصعب الظروف ما استسلمش للظروف، ما استسلمش لقعده الله. ما هو ربنا رايد دي يعمل معاك الظروف دي والابتلاءات دي ما كانتش حصلت، فطالما ربنا رايد يبقى هيعينك المكان اللي انت تبقى فيه، اثبت وجودك فيه. كل انسان ميسر لما خلق عليه، ربنا بييسر لك الامور. انت متزوج يا استاذ؟ متزوج ومعايا ابناء الحمد لله، معايا ثلاثه. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يبارك فيك. طب ايه يعني اخيرا كده، ايه اللي نفسك فيه او ايه اللي بتتمناه يعني؟ والله احنا بنتمنى الستر بس. بس مش عايزين اكتر من كده. بني ادم الستر بس. رضا ربنا فوق كل شيء. شكرا جزيلا. يعني متابعينا كنا معكم مع قصة إيجابية من هنا من محافظة قنا، ويعني هي الأستاذ أيمن الذي تعرض لحادث كان يعمل في الكوفير الرجالي الخاص به، تعرض للحادث أفقده يعني القدرة على الحركة والوقوف هنا داخل المحل للعمل بشكل طبيعي مما جعله يعني يخترع ذلك الاختراع هو الكرسي المتحرك لممارسة العمل بشكل طبيعي يعني مرة أخرى داخل المحل.